الحاجة يعني الجميلة وأيضا اللافتة للنظر في كتابة هذا الكتاب، زي ما أنا قريت في المقدمة بتاعت الطبعة الخامسة، أن الدكتور ميلاد حنا بدأ يكتب هذا الكتاب وبدأت تراوده الخواطر لكتابة هذا الكتاب بعد ما خرج، أو عفوا قبل ما يخرج من المعتقل، لأنه كان اعتقل في حملة سبتمبر 81 الشهيرة اللي يعني صحيح. قام بها الرئيس الراحل أنور السادات في ظروف بحق سياسية طبعا وتاريخية بالتأكيد ليها، يعني وكان هو من ضمن كوكبة من يعني رجالات مصر ساعتها الدكتور ميلاد حنا. الدكتور ميلاد حنا بدأ يفكر في ده وهو في المعتقل، يعني حاجة كده يعني غريبة، واحد في معتقل ويتعرض ويشعر أنه تعرض للظلم ومع ذلك بيفكر في هوية البلد وأساسات اللي مبنية عليها الشخصية المصرية. هو تجربة المعتقل ديت هي كانت في 81، وهو بيشرحها أو بيقدمها أن ديت نقطة تحول إلى أن يكون سياسياً. هو كان واخد السياسة هواية قبل كده وانتسابه، كان هو عضو مؤسس في حزب التجمع طبعا. كان في 76 طبعا. الممارسة السياسية ابتدت تبقى يعني تأخذ طبع جدي، بقى بقى رجل سياسة من بعد بقى ما خد المعتقل بقى وخرج من المعتقل في عصر في أحداث ضخمة كانت بتمر بها مصر. وابتدى يدخل مجلس الشعب، ابتدى يركز أكتر في حلول مشكلة الإسكان. وأدى فيها، والحقيقة كان ليه كتاب عن في أكتر من كتاب أقولهم أريد مسكنا، ده كان الأولاني، وبعد كده الإسكان والسياسة، وبعدين الإسكان والمصيدة. وكلمة الإسكان والمصيدة هي معبرة، و ما اكدبش عليك ان يعني لا اخفيك ان انا ما ابتديتش اقترب من الموضوع الى قريب، يعني ما كنتش اعرف الموضوع الاسكان دوت او يجذبني ان انا اقرا فيه الا قريب قوي لما بقى فيه توجه كبير قوي ناحيه الاستثمارات العقاريه في مصر. هل دار بينك ما بين الوالد الراحل الكبير احاديث مناقشات حوالين الهويه المصريه تحديدا، حوالين يعني ازاي هو اقنعنا واقنع حضرتك واقنع غيرك وغيري انه فعلا الهويه المصريه او الشخصيه المصريه ليها سبع اعمده، العمود او الانتماءات السبعه، الانتماء الفرعوني، الانتماء اليوناني الروماني، الانتماء القبطي، الانتماء الاسلامي، الانتماء العربي، الانتماء المتوسطي، والانتماء الافريقي. صحيح، مظبوط، حضرتك ذكرتهم مظبوط تماما وبترتيبهم فعلا. الانتماء الفرعوني هقول لك مثلا، احنا ما نحسش ان الفراعنه قريبنا وما مش قريبين، لان 7000 سنه يفصلنا عنهم 3000 سنه، 3000 سنه يعني كتير. لكن هقول لحضرتك حاجه، مين فينا يعرف اسم عاشر جد وشغلته وموطنه؟ عاشر جد خلاص بلاش العاشر، اذا بعض الناس تعرف العاشر وخصوصا بالانتماء القبلي، لكن في غير ال 15 في داخلنا ما نعرفش، لكن في داخلنا احساس بالطمانينه ان احنا ابناء هذا الاجداد بناة هذا الاهرامات، في داخل كل واحد بقدر ما انه هذه الحضاره لينا فيها من الجدود البعيده جدا، فمطمئنين. تشعر بده اكتر او لما بتجي اسافر في امريكا خصوصا وفي كندا، تلاقي عارف جده وجدته والتانيين، ودول جايين مهاجرين من امتى وجنسياتهم ايه واختلطوا ايه واتنقلوا فين، بيبقى هو ده الانتباء الوحيد. أيوه. لانه هو ما يعرفش اكتر من كده مفيش. فبيبقى خمس ست اجيال وعارفهم كويس خلاص وفقط، انما احنا لكن انت مستريح لان عندك في داخلنا عندنا عمق شديد
الاتصال مع يعني شديد العمق مع الفراعنة. فده بيدي لنا راحة على فكرة لا نشعر بيها، لكن لما بتشوف الآخرين بتعرف إيه السبب. صحيح.